بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 82. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذا الدرس الجديد من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب فضائل الأعمال، إذ قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب رواه ثقات قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، أي متأكد، فهو سنة مؤكدة، والوتر وقته ما بين صلاة العشاء الآخر براتبتها إلى أن يطلع الفجر، كل هذا وقت للوتر. إن أوتر في أول الليل بعد صلاة العشاء، أو أوتر في وسط الليل أو في آخر الليل، كله وقت للوتر، وكونه في آخر الليل أفضل، ولا مانع إذا أوتر في أول الليل ويسر الله له وقام من آخر الليل، فإنه يصلي ما تيسر له من صلاة الليل ويكتفي بالوتر الذي صلاه في أول الليل ولا يكرره، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. نعم. قال رحمه الله: وفي لفظ لأبي داود: الوتر حق على كل مسلم. الوتر حق على كل مسلم، أي سنة مؤكدة، وليس معناه أنه واجب أو أنه فرض، وإنما هو سنة مؤكدة. نعم. ورواه ابن المنذر عن شيخ الإسلام قال فيه: الوتر حق وليس بواجب. نعم، هذه الرواية تبين قوله الوتر حق، قال فيها: وليس بواجب، يعني حق يعني سنة مؤكدة. نعم. وقال علي: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة. وهذا أيضا يبين كما بين الذي قبله أن الوتر وإن كان سنة مؤكدة فإنه ليس بواجب وجوب الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم. كثير من المسلمين على هذا الاعتبار يهجر هذه السنة هجرانا تاما، فيتمر به السنوات والأعوام والأيام والليالي ولا يكون له حظ من صلاة الليل. هذا بسبب الجهل، والجهل داء قاتل. صلاة الليل فيها فضل عظيم، ولو كانت قليلة فيها خير عظيم، فلا يفرط المسلم في صلاة الليل، ويكون له حظ من قيام الليل ويختمه بالوتر. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي بن كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. نعم، في هذا بيان ما يقرأ في ركعات الوتر، أنه يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى كاملة، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثالثة قل هو الله أحد. فإن سرد الوتر ثلاث متوالية جاز هذا، وإن صلى الشفع وسلم منها ثم قام وأتى بصلاة بركعة الوتر فهذا أفضل، هذا أفضل من سردها بسلام واحد. نعم. ولهما في حديث عتبان فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. نعم، صففنا خلفه، هذا فيه مشروعية الجماعة لصلاة الوتر، أنها تصلى فرادى وتصلى جماعة، لكن لا يكون هذا عن مواعدة واتفاق، لكن إذا اجتمعوا، صادف أنهم اجتمعوا وصلوها جماعة فلا بأس بذلك. أما أنهم يرتبون هذا ويدومون عليه فهذا ليس بسنة، ولم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الاجتماع لصلاة التراويح في رمضان. صلاة التراويح في رمضان نعم تشرع لها الجماعة وتكون في المسجد، وأما صلاة الليل في غير رمضان فالأفضل أن يصليها المسلم في بيته، هذا هو الأفضل. ولو اجتمعوا في بيت من غير موعد لكن جمعهم طارئ من الطواري فصلوا صلاة الوتر جماعة فلا بأس. نعم. وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، هذا دعاء القنوت الذي يقال في الوتر، أنه يأتي بهذا الدعاء، بهذا الدعاء الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولو أنه بدأ الوتر بكل ما ورد اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فهذا أفضل وأتم. نعم. أحسن الله إليكم. قال في هذه الرواية كان يقول في آخره، كأن هذا الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك خاتمة للوتر. نعم. ولعل هنا موطن سؤال عندما يتوسع فيه بعض الناس، يظهر في رمضان في صلاة التراويح والقيام من الإطالة الشديدة والتكلف في سجع القنوت وإطالته تطويلا شديدا حتى يحفظ عنهم، فيظنه الناس هذا هو المأثور والذي يدعون به بمثله. لا يشبه قراءة الوتر بتلاوة القرآن، رتلونه لا يدعو، لكن من غير ترتيل ومن غير يعني التزام بأحكام التجويد كما يفعله بعض العوام أو بعض
الذين ليس عندهم علم. إطالة وسجع. إطالة وسجع وأيضا تكرار وأيضا إظهار الخشوع والتخاشع، كل هذا التكلف لا ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر مرفوعة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم، صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل، ولا يسردها بسلام واحد. فصلاة التهجد تختلف عن صلاة الوتر، صلاة التهجد مثنى مثنى، سلم من كل ركعتين، وأما الوتر فله أن يسردها بسلام واحد. نعم. هل المراد أحسن عليكم بالنهار أيضا القضاء، قضاء الوتر، أم نوافل النهار؟ لا، صلاة النهار، نوافل النهار مثنى مثنى، ولا يسردها بسلام واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: احتج به أحمد. وعن طلق بن علي مرفوعة: لا وتران في ليلة. نعم، لا وتران في ليلة، يعني إذا أوتر في أول الليل فيكتفي بهذا الوتر، وإذا قام من آخر الليل وصلى صلي ما تيسر له ولا بأس بذلك. كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر، فلا مانع أنه يصلي بعد الوتر ما تيسر له، زيادة خير. نعم. وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر. نعم، هذا فيه نقض الوتر، إذا أوتر من أول الليل ثم قام من آخر الليل فإنه ينقضه، بمعنى أنه يأتي بركعة تشفع له ما أوتر به في أول الليل، ثم يواصل صلاته مثنى مثنى، ثم يوتر بواحدة، هذا لا بأس به، وإن صلى ما تيسر له واقتصر على الوتر الذي في أول الليل كفاه ذلك. نعم. وعن أبي سعيد مرفوعة: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكره. نعم، هذا فيه أن من نام عن وتره في الليل فإنه يصلي في النهار لكن يشفعه، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان إذا قضى وتره في النهار فإنه يجعله 12 ركعة بدل 11 ركعة. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن عمر مرفوعا: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. نعم، من فاته قيام الليل وكان من عادته أنه يقوم الليل بركعات محددة فإنه يقضيها في النهار، إذا نام عن وتره بالليل يقضيه في النهار، لكن يشفعه، إذا كان يوتر بثلاث يجعله 4، إذا كان يوتر بخمس يجعله 6، كل ركعتين بسلام. نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. وعن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. نعم، هذا فيه فضل صلاة الوتر، وأنها خير لنا من حمر النعم، يعني من الإبل الحمر، لأن الإبل الحمر أنفس أنواع الإبل عند العرب، فصلاة الوتر خير لنا من حمر النعم، ما يدل على
فضلها وأنه لا يتهاون بها بل يحافظ عليها المسلم. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعت مثوبتكم إلى مرأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس وهذا المجلس من دروس شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ ما تفضل به من الشرح والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير والسلام.